اعتقد ان امبارح كان بيرنز اللي هو مدير المخابرات الامريكية كان بيناشد الرئيس انه يكمل جهود مصر علشان نقول ايه اخلاء الرهائن. تمام؟ نعم. الاثر اللي عند حماس. الاثر اللي عند حماس. تمام؟ يبقى ده يبقى احنا بنقول طلب ان مصر توصل اتصالاتها للافراج عن الاسر. بالظبط. يبقى اول لقاء سيادة الرئيس مع وزير الخارجيه. نعم. تاني لقاء مع السي اي اللي قلنا هم دول اللي بيحركوا السياسه. نعم. الامريكيه. نعم. التالت النهارده. أيوة. ان وزير الدفاع. نعم. اتصل. نعم. الامريكي. نعم. بمين؟ ب وزير الدفاع. وزير الدفاع المصري. اوستن اتصل بوزير الدفاع المصري. نعم. طبعا اما بيبقى في اتصال زي ده يبقى برضو وزير الدفاع المصري بيقول له تقريبا نفس المفاهيم اللي مصر حطاها ان احنا بنرفض الترحيل القسري، رفض عبور الاجانب الا من مع دخول القوافل. نعم. الانسانية. نعم. حل القضية ده نفس الكلام. نعم. واعتقد ان النهاردة كانت السبب اعتقد برضو عشان ما حدش يقول ان احنا. نعم. اعتقد ان كانت اللمسات الاخيرة من وزير الدفاع الامريكي الى وزير الدفاع المصري عشان نحط جهود مصر للافراج عن الرهائن او الماء الموجودة عند حماس. لكن سيادة اللواء سمير معلش انا اسف، وزير الدفاع الامريكي ما كلمش وزراء دفاع في المنطقة تقريبا غير مصر. ايوه ما عشان 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 مصر يا احمد ما عشان مصر. نعم. ما هو انت ما انت الوحيد اللي داخل دلوقتي في حل. طب نتكلم بقى على ما اذيع من اخبار حول جهود مصر. نعم. في ان احنا نقول يتم التفاوض مع حماس. ومع اسرائيل. نعم. مصر بتعمل هذا التفاوض. نعم. عشان الافراج او تبادل المحتجزين والاسرى. نعم. اللي طبعا اللي بتقول اول حاجه حماس. طبعا احنا بنقول ما تقوله الجهات. نعم. المختلفه. نعم. حماس رفضت ان يتم في هذه المره الافراج عن اسرى عسكريين من الجيش الاسرائيلي. واضحه دي؟ ايوه. قالت حماس هنتكلم بس ما انسوا انك تاخدوا عسكري اسرائيلي من الجيش الاسرائيلي انكوا تفرج عنه. اول المدنيين. قالوا اول حاجه بقى ان احنا هنوافق على الاجانب. على اساس انهم من 10 ل 15 واحد. وان هيبقوا نصهم امريكان. وعشان كده انا ربطت برضو امبارح زيارة الرئيس بتاع السي اي اي والنهاردة وزير الدفاع الامريكي. كل دول انت عارف امريكا عندها مشكلة لما يبقى حد من عندها محتجز. نعم. بتبقى مشكلة. نعم. وانت عارف ان احنا كنا قبل كده الخمسة المسجونين في ايران كانت امريكا حتبدلهم بايه؟ بستة مليار. نعم. دولار. طيب سيادة اللواء سمير، لانه البنتاجون عمل بيان وقالوا فيه تحدث وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن مع نظيره المصري الفريق اول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع المصري اليوم الثلاثاء لمناقشة الجهود المبذولة.